يا مساء الخير ومساء النور. اليوم وصفتنا جماعة ألذ أكلتين في الحياة، بيتزا المسالة، مرة لذيذة، قاتل هالبيتزا. طبعا أول شيء بشوح البصل على النار، وبما أن جبنا طار المسالة شيء أساسي يكون عندنا ثوم وزنجبيل طازج، وحركهم شوي. بعدين أنزل عصير طماطم. أنا استخدمت المعلب، ممكن تستخدمون عصير طازج وتضيفون معاه معجون طماطم. أحط البهارات الهندية، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل حار، ملح، وأخليه على النار إلين ما يتسبك. يلا بنزل صوص الطماطم اللي سويته قبل على الدجاج بعد ما استوى، واقلبهم مع بعض، وبهالشكل خلصت الحشوة. اقلبهم شوي بعدين ارفعهم على النار.